وألف لا، كلا وألف كلا، مش فاطين على حسين الجرح يا درغام اللي يقبل رشوة كلا البتة. ايه ده بس يا عم فاطين، وركز مع درغام حبيبك. مش اهدى. بقولك يا درغام، انت عارف عقوبة الراشي ايه في القانون الروماني؟ كانوا بيقطعوا له مناخيره. يا عم فاطين، دي مش رشوة، دي تمن الارض بتاعت الست الوالدة اللي انت رافع القواضي عشانها. والمقابل ايه يا درغام؟ مقابل بسيط يا عم فاطين، هتتنازل عن كل القواضي وبعد كده تركز معايا، وانا شايف ده لمصلحتك. بقولك يا درغام، قول لي اللي بعتك. واللي انا عارفه كويس ان فاطين ما بيتهددش، وانت عارف كده كويس. يبقى كده مفيش غير الحل التاني اللي انا مش عايزه. يا درغام، انت هتموتني ولا ايه؟ لا فاطيم، انا مش هقتلك دلوقتي، انا هسيبك تفكر وبعد كده في كلام تاني. انا ما بتهددش وما بخافش غير من ربنا بس يا درغام. عايز تموتني وتقتلني؟ اقتلني، الحقيني يا اما، الحقيني يا اما. تعالي يا مشاهير، الحقيني، تعالي تعالي يا قطر، تعالي يا اللي حامل في شهر التاسع وادعي جوزك الشهيد اللي هيموت برصاص الغدر والخيانة، الحقوني. في ايه يا فاطين؟ انت مالك ومال ابني يا درغام؟ خلي يسمع كلام يا ام فاطين، عشان بعد كده في كلام تاني. وانت يا ام فاطين فكر كده لغاية اخر النهار وانا اعد عليك. استنى يا كلب، استنى، استناني. خد فلوس الزبالة اللي بعتينك، وانا كده رد وصلك. محكمة. الله اكبر، اهو صوت الحق بيتكلم، الاستاذ صبري الصحفي الشجاع اللي فضحكم على النت. الو يا استاذ صبري، يا حبيبي، يا جميل. ايه صبري، ضربوك الجبابرة، غضبوا بيك الغضادرة، بس ما تقلقش يا صبري، ما تقلقش، حتى لو موت موت يا صبري موت، وانت مطمن انك سايب وراك صديق همام مش هيسيب حقك يضيع ابدا. قول لي فين الكاميرا يا صبري؟ ها صبري، موت يا صاحبي، موت يا صبري، بس ترك مش هسيبه ابدا، ترك مش هسيبه ابدا. متأكد ان ربنا هيديك القوة والإصرار والعزيمة علشان تقاوم الموت، بس المرة دي مش هنسكت ابدا، واوعدك يا صبري، اوعدك اني هقف جنبك علشان ارجع لك حقك وحق كل واحد ضحى بحياته علشان البلد دي تقوم. قوم يا صبري، قوم قوم، واللي فين الكاميرا بتاعتك؟ صبري. يا شرطة، يا هو بقى في إيمان ولا ضمير؟ معلش يا أستاذ صبري، معلش، اقعد هنا. قوم يا عم عزوز. لا مؤاخذة يا كلثوم، جالنا شغل. إيه في إيه؟ ومان الأستاذ البقاء لله؟ افتح لي محضر يا عم عزوز، افتح محضر. اتصلي بوزير الداخلية، بمنظمة حقوق الإنسان، بالأمم المتحدة. يا أخي اسكت بقى. إيه ده؟ ده صبري، ايه اللي عمل فيه كده؟ الجبابرة الغضدرة اللي عايشين في الارض يعيشوا فيها فسادا، ومن حقارتهم جم لحد عقر بيتي يهددوني يا عم عزوز. ومين دول اللي جم لحد عقر بيتك يهددوك؟ اتكلم اتكلم. يا صبري يا صاحبي الالم الحر، اصفوا له الالم يا عم عزوز، لكن هو مش هيسكت، انا مش هسكت، انت مش هتسكت، من النهارده كلنا مش هنسكت. خلاص اسكت، اسكت بقى، سيبني بقى عشان افتح المحضر. حاضر يا عم عزوز، اهو. قوم يا صبري، قوم يا صاحبي، وما تخافش، ما تخافش. قوم. انت دلوقتي في الحصن الحصين لتنفيذ دوله القانون. يا اخي اسكت اسكت، خليني الحق اخد من الراجل كلمتين قبل ما يفيص. حاضر يا
حاضر يا عم عزوز، انا هسكت علشان هو بس يتكلم، لكن مش هسكت على حقي، مش هسكت على حقه، مش هسكت على حق الناس كلها، مش هسكت على حق مصر. يعني درغام ورجالته هما اللي ضربوك وكسروا المكتب يا استاذ صبري؟ اللي دخلوا عليا المكتب كانوا ملثمين، ما شفتش وشهم، انا حتى ما عرفتش اخد نفسي، ونزلوا عليا ضربة الفتيان. هما يا حضرة الظابط هما ومتخفيين، ريحة المكتب كانت زبالة ريحتهم. استنى بقى يا استاذ فطين، هما درغام ورجالته يا استاذ صبري؟ معرفش، ما لحقتش اشمهم. لا لا هما كانوا، ايوه افتكرت، كانوا بيتكلموا، اخر حاجة سمعتها كانوا بيقولوا ابعد عن صفوة نصار احسن لك. ظهر الحق، ظهر الحق، اثبت عندك يا سيادة الظابط. يا سلام، فعلا ان الحق ابلج والباطل لجلج. ماليش صالح انا بالكلام ده، ولا ايه رايك يا حضرة الظابط؟ النيابة هي اللي هتقرر يا درغام. حلوة قوي، وانا يا حضرة الظابط عايز اقدم بلاغ ضد درغام ورجالته كمان. اثبت يا فندم. لقد هددني بالقتل. انا هددت؟ ايوه انت؟ وما تصغرليش بعينك كده؟ انت انا مش رفعت المسدس في وشي يالا ها؟ لحد ما كان هيجي في مراخيري؟ ما حصلش. لا حصل يا درغام يا كذاب، هتدخل النار. وياريت بقى يا فندم تضم المحضرين على بعض وتمضيه على تعهد هو ورجالته بعدم التعرض ليا ولا لأهل بيتي، ده اذا كان بيعرف يكتب اصلا. والمحكمة ما بيننا يا درغام. وحط درغام في الحجز لحد ما ان شاء الله يتعرض على النيابة بكرة. ده هي تاخده. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الله. ايه قطر؟ وانا يا بنتي مش سايبك بتاكلي؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ محكمة. الو، السلام عليكم. ايوه يا فندم، فاطين علي حسين الجرح المحامي تحت امرك. ايه؟ لا ده انا اجيلك واجيلك ان شاء الله تكون حتى في اخر الدنيا حضرتك. حاضر، من النجمة هركب عربيتي وانزل لك مصر. مع الف سلامة. مع السلامة. خير يا فاطين؟ خير قوي يا ست الكل. واحد فعل خير من مصر بيقول انه معاه ورق مهم جدا ضد صفوة نصار، وانه متابع القضية، وكمان بيدعيلي. يعني انت هتروح مصر بكرة؟ ان شاء الله رايح مصر. ايه في حاجة؟ والنبي اروح معاك. تروحي فين ببطنك دي؟ مفيش مروح خلاص. انت فاكرة اخر مرة حصل ايه؟ عشان خاطري يا فاطين. خدها يا فاطين والنبي. اخدها فين بس يا اما؟ هتدخل العربية دي ازاي يعني؟ ده العربية قد كده وهي قد كده. وانت كمان يا ماما غالية تيجي معانا، مش انت كان نفسك تزوري سيدنا الحسين وسيدة نفيسة؟ والله انا منزلتش مصر من ساعة شوق ابني متاه. خلاص يبقى كلنا نروح معاك. خلاص فرحانة اوي، كلنا نروح معاك. خلاص يا ست هنروح، بس ده علشان خاطر امي مش علشان خاطرك. الهوا يا خالي، الهوا يا هوا. ايه ده؟ ايه ده؟ قومي افتحي، حمادي ما تنطقي. عزوز ماله بابا؟ حصل له حاجه؟ جرى له حاجه؟ ابوكي زي الفل يا حبيبتي، انا هيجرى لي حاجه لو قعدت معاه. انا خلاص سبت له البيت ومشيت. ليه بس يا حمادي؟ هو كان ايه اللي حصل بس؟ ده حصل وحصل، ده انا لسه بفتح بوقي الراجل اتجنن خلاص، قال لي لو هسمع صوتك في البيت ده هديكي باللي في رجلي. الله، واداكي باللي في رجله؟ قصدي عم عزوز يعمل كده؟ هو اكتر من كده، ده بقى عامل زي دراكولا، ده رباني الرعب، ده غلب الافلام والروايات اللي انا كنت بحكيها له. طب اهدي اهدي بس يا شهر، اهدي يا حبيبتي، تعالي اقعدي بس وهدي اعصابك. انا عامل لك كوبايه ليمون تهدي اعصابك يا حبيبتي. يا عيني مسك لي سكينه يا اختي، عايز يذبحني زي الوزه. انا اتذبح زي الوزه؟ هي فين؟ فين الوشه اللي انا عايز اذبحها؟ الحقوني، هيذبحني هيذبحني. في يا بابا؟ في ايه؟ فيني لازم اذبحها واخلص منها العيون السوداء اللي عشتها معاها. انت تمشيلي، عايزك تندمج اكتر من كده. هقتلها وانا هترافع عنك. متهيالي دلوقتي انك عرفت كل حاجه عن المحل، لكن ما تنفذش اللي بديك الاوكي. ايوه باشا، بس العمليه دي صعبه قوي. انت مش عايز تكبر يا ميشو؟ لا طبعا عايز يا باشا، بس عايز افهم يعني ازاي سعادتك لمؤاخذه يعني شاركت عنتر الباشا في محل المجوهرات ب 30 مليون، وازاي سعادتك دلوقتي بتقول لي روح اسرقه وميشو؟ السؤال ده ما يتسالش، ده شغلي. فاهم؟ فاهم يا صفوت بيه. المجوهرات اللي جوه المحل تعمل لها 90 مليون، جرام واحد من الذهب ما ينقصش. امان يا باشا امان،
بس لمؤاخذة يعني العملية دي محتاجة تخطيط ومصاريف كتير. اصرف اللي انت عايزه، لو عوزت حاجة كلم حمدي. العملية ما تتنفذش إلا لما اديك الأوردر. أنا مستني عنتر باشا يحط البضاعة الجديدة جوه المحل. ده سعادتك بقى ناوي تصفي يا باشا؟ بس على هادي، حبة حبة، نقطة نقطة. ألو؟ أهلا. ها، لحظة واحدة من فضلك. المتر سعيد بيقدم عليه يا باشا. أيوه يا قط، بتقول إيه؟ ترغام اتحبس مش هيقدر ينفذ؟ ماشي، أنت شيل إيدك من الموضوع ده وأنا هتصرف. بيشو، تحت أمرك يا باشا. في عملية كده في السريع عايزك تخلصها يا بكرة يا بعده. تخلص يا باشا. واحد قرفني ومزعلني جامد. لا ما يصحش، يتأدب يا باشا. ده واحد قليل أدب وما ينفعش معاه الكلام. خلاص يبقى نخلص عليه. بس عايز العملية دي تبان كأنها سرقة. تمام يا باشا. حمدي، تحت أمر سعادتك يا سعادة الباشا. اديله بيانات المحامي اللي اسمه فطين ده وعنوانه. يلا يا أما، يلا يا قطر يا أخوانا، أنا وقتي بفلوس، الساعة داخلة على 7 كده هنتأخر. خلاص يا فطين يا ابني أنا جهزت أهو. والشملولة فين؟ انا هو يا فطين يا حبيبي جاي اهو، بس كنت بعمل لنا سندوتشين كده ناكلهم في السكه ونتسلى. يعني تعملي سندوتشين وجايله لي 7 سندوتشات ليه؟ احنا نازلين صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء يا قطر، ده احنا نازلين مصر يا بنتي، يعني كل شبر محل اكل وقهوه ومقله. اها، ايه البنت بتاكل نفسها؟ البنت يا اخويا تعبانه وحامل يا اختي، ده البنت هفتانه. ايه اللي البنت هفتانه؟ البنت تعبانه؟ ده كله هفتانه؟ دي ناقص تاكل حيطان الشقه يا حماتي. يا اخويا 5 و5 في ايه؟ يلا بقى عشان ما نتاخرش. ايه ده ايه ده، استنى ما نتاخرش. على فين انت رايحه؟ فين رايحه معاكم؟ رايحه فين؟ احنا رايحين رحله. ايوه رحله، ده انا حتى جايبه ترمس الشاي وترمس كركديه وجبت كاميرا وفيلم 36 صوره. معلش يا فاطين، اصل ماما يا حرام محرومه من الفسح من زمان. يا ستي وانا مال انا؟ قال ما جوزها يفسحها، ده ايه الغلب ده يا ربي؟ جرايا انت مش هتاخدني معاك ولا ايه؟ ها لا، ما انا نفسي والله اخدك يا حماتي، بس ايوه افرضي بقى يا حماتي عم عزوز عرف ان انت خرجت بره البيت من غير اذنه، ده كان ممكن يذبحك. يا لهوي يذبحني؟ ايوه، ويقطعك ويفشفشك، ده شراني انا عارفه. لا طب خلاص روح انت روح. لا ازاي، لازم ناخدك معانا. لو لا هتيجي معانا، هتيجي معانا. ضهري بيوجعني بلاش. يلا يا اما، يلا يا قطر بسرعه بسرعه. مع السلامه يا ماما. سلامه يا حبيبتي. سلامه. عيني عليا، جد الحزينه تفرح ما لقت لهاش مطرح. جدو انا خلاص جهزت يا جدو. مالك يا جدو؟ هو انت تعبان زي المره اللي فاتت؟ ناوليني الموبايل. حاضر. الموبايل يا حبيبتي. حاضر. اتفضل يا جدو. جدو الو، مين؟ انا نور يا عم ميشو، الحقني جدو تعبان قوي. ايه ده انت فين؟ انا في البيت مع جدو، تعالى بسرعه. طب خليك انا جاي حالا، خليكي زي ما انت. انت عايز ايه يا عم؟ انت اللي عايز مش انا. انت نسيت ولا ايه؟ نسيت ايه؟ لا ده انت لاسع بقى. يلا يا عم انت، كلام مش ناقصينك. قوم، مش ناقصينك انت كمان، امشي يلا من هنا. قوم وامشي، وهتحمر لي وشك كده وهتبرق لي. بقول لك ايه، لا انا مش هحططني.
خرشوني وجايبني من اخر الدنيا عشان تقول لي قوم امشي. ده انا لحم مر. هو في ايه يا خرشي؟ مين ده؟ انا اعرف مصيبه ومصيبه بالزمن. بلوه اتحدث علينا واحنا قاعدين. احترم نفسك يا خرشي. انا فاطين علي حسين الجرح المحامي، مش شخشيخه بتلعب بيها. ها دفعوا لك كام عشان تسكت؟ هما مين دول اللي دفعوا لك؟ دفعوا لي يا ست. مصدقني كمان ده ما تغيرش. ما تغيرش الموضوع ورد على الهانم بنت الاصول. دفعوا لك كام وبعت ضميرك بكام يا زباله؟ استاذ فاطين، ها؟ تعالى معايا. انا مش هروح في اي حته قبل ما افضحه قدام كل الناس دي. انا اللي كلمتك يا استاذ فاطين. تعالى. انت اللي كلمتني؟ امال مين ده؟ مش تبعك ده؟ لا مش تبعي، ما اعرفوش اصلا. يا خبر ابيض. ساتر يا رب. معلش. يعني حضرتك بقى اللي معاك المعلومات كلها؟ ايوه انا. وطي صوتك. ماشي ماشي. طب بقول لك ايه، اعمل ايه بقى مع خرشت ده؟ اعتزله وخلص بقى. والله يستاهل التهذيب. ندخل بقى في الموضوع علشان الموضوع مهم. لا بس زي ما تقول كده يعني زي ابنه. طيب هو عنده غيبوبه كبد، بس كويس جدا ان انت جبته على المستشفى على طول لانه كان وصل لحاله خطر. ليه يا دكتور؟ هو جده مش هيخف؟ بصي، هو الشفاء بايد ربنا سبحانه وتعالى. بس انت اسمك ايه الاول؟ انا اسمي نور. طيب ما تخافيش يا نور، ان شاء الله جده هيكفي، بس انت ادعي له. اتفقنا؟ اتفقنا. يا رب اشفيك يا جد توفيق. يا رب اشفيك. انت بتعمل ايه؟ ولع سيجارة. ولع سيجارة ليه؟ عشان الطاسة خربانة عايزة تتظبط. طاسة ايه؟ احنا في مستشفى. ما تسيبك من السيجارة دي بقى وادعي لجده احسن. ماشي. ما تدعي. ما قلنا ماشي. الله. انت ايه؟ ما تبصيلي يا عم، ما تبصيلي. انت عمال تتلفت ليه؟ انت متراقب ولا حاجة؟ اكيد هما يعني هيسيبوني في حالي. المهم امسك الملف ده خليه معايا، واوعى تضيع منك ولا ياخدوه. بس ما قلتليش بقى الملف ده فيه ايه؟ في صور اوراق بتثبت عمليات غسيل اموال بيقوم بها صفوت نصار بمشاركه ناس كبيره قوي، وهي دي الاوراق اللي راح بسببها محمود. مين محمود ده؟ محمود عبد الرحمن زميلي في الشغل، راح سلم وصول الاوراق دي لضابط امن الدوله، ومن ساعتها محدش يعرف له اي طريق. ايه ده؟ قصدك خلصوا عليه؟ اكيد. امال هو هيكون فين يعني من ساعتها؟ لا اله الا الله. على العموم متشكر جدا يا استاذ عصام على المعلومات القيمه اللي حضرتك اديتاني دي، واوعدك ان انا هفضحه هو واللي مشغلينه. كمان انا قدرت اعرف معلومات ان في صفقه ادويه متهربه ممنوعه مشارك فيها صفوت هتدخل البلد بعد شهر. هو الراجل ده ايه؟ بلوه مسيحه؟ مفيش مصيبه في البلد غير لما يكون له يد فيها. خلي بالك ما تخافش، لازم نجيب حق محمود. ما تقلقش يا استاذ عصام، خليه على الله ثم عليا. بس انت هتعمل ايه؟ اكيد هيحاولوا يخلصوا عليا، علشان كده هسافر واستخبى بعيد عن عينيهم. ايه ده؟ قوم بسرعه. ايه خرشت جاي؟ لا الناس تبعهم جايين علينا، تعال نهرب من الباب اللي ورا. استاذن انا يا مدام اسماء، ما تامرنيش باي حاجه. اقعدي يا دنيا. خير ان شاء الله. مبسوطه يا دنيا؟ الف حمد وشكر ليك يا رب. اهو يا رب انا بشكرك يا رب، انا حبيبتك. الف حمد وشكر ليك يا رب. يعني ما نفسكيش يبقى عندك فيلا كبيره وتبقي هانم ويبقى عندك خدم وعربيات؟ انا طب ومقام سيدي الغريب ابدا. انا اهم حاجه عندي الست. عارفه يا ست اسماء، انا عمري ما جربت يبقى معايا فلوس كتير، بس جربت ان اكلها بملح انا وابويا وبنبقى مبسوطين. جربت الرضا، واهم حاجه الصحه والستر. معاك حق يا دنيا، اهم حاجه الصحه والستر. قولي لي يا حبيبتي، ما نفسكيش في اي حاجه؟ ربنا يخليك يا رب ويديمها عليك طول عمرك، ده انت خيرك مغرقني. وباباكي يا حبيبتي عامل ايه دلوقتي؟ في نعمه وفضل. الف حمد وشكر ليك يا رب. بس نفسه يطلع الحج السنه دي، واديني دايخه اشوف له شركه ولا جمعيه تطلعه. والنبي يا رب تطلع اسمه في حج القرعه يا رب، والنبي يا رب تطلع اسمه في القرعه يا رب. مش تقولي امسكي. ايه ده يا ست اسم؟ روحي العنوان ده يا حبيبتي، دي شركه سياحه بتاعت خالي. انت هتروحي لهم وهم هيعملوا لك اللازم كله. ربنا يخليك يا رب يا ست اسماء، ويكتبها لك واشوفك كده راجعه لابسه الابيض يا رب، وتجيب لنا سجاده وسبحه. السلام عليكم. الصحه والستر.
تتقطع. يا فاطين مش قادرة. ما تسيبنيش يا فاطين، ما تسيبنيش مش قادرة. ماما هديك على بوزك وهديك على في الآخر. الحقيني يا ماما. يا ابني سيبها تتفك فيك شوية وانت بتجوزها. ياما خليها بقى تسيب بقى، ده ايه الغلب ده يا رب؟ يا فاطين مش قادرة يا فاطين، ما تسيبنيش يا فاطين. مش هسيبك، سيبني سيبني. يا ساتر، قربة قربة مسكاني. يا رب تجيب العواد سليمة يا رب، انتحها بالسلامة يا رب. قصر بنت شهر، قول لي يا ابني مصاريف المستشفى هنعمل فيها ايه واحنا ما عملناش حسابنا؟ ما تقلقيش ياما، انا معايا كارنيه نقابة ومشترك في الرعاية الصحية، والمصاريف وكله كله على النقابة. ياما انا في نقابة محترمة وانا بلعب ياما. وغيارات المونو اللي جاي ده ان شاء الله هنعمل فيها ايه؟ ما تقلقيش، انا اديت فلوس للممرضه بتاعه الاستقبال تحت وهي هتتصرف لحد بقى ما نروح ان شاء الله على خير. طيب يا حبيبي الحمد لله. انت خلي انت يا ابني تعمل ايه هنا؟ انا شيكابالا بتاع الكهرباء. ما انا عارف، يعني هتكون شيكابالا بتاع الزمالك. بقول لك بتعمل ايه هنا؟ بعمل رز بلبن. هكون بعمل ايه يعني يا استاذ؟ بصلح لك بس المفاتيح. يا بني ادم انا قصدي على السيجاره دي. ايه ده يا استاذ بتعمل كده ليه؟ بتطفيها ليه؟ انت قليل الادب كمان يا ابني، دي مستشفى والتدخين ممنوع قانونا في الاماكن العامه. قانون؟ قانون ايه يا حضرتك انت؟ خلاص بقى يا لا ده لازم يتربى. خلاص بقى يا فاطين خلاص. وانت يا شيكابالا انت روح امشي، ابو تريكه بينده عليك. روح، مش عارف اللي انت بتقوله ده. اهدى ما تهدى بقى يا فاطين، كل حاجه كده تاخدها على الواحده كده على صدرك كده. اهدى واستهدى بالله يا ابني. لا اله الا الله يا امي محمد رسول الله. انا نفسي كل حاجه تمشي صح في البلد دي. على العموم امسك النضاره دي بقى بدل ما تتكسر زي كل مره، وانا هروح اتوضى والحق الظهر قبل ما العصر يدق. صلي يا ابني وادعي لها يا ابني. وعايزك يا امه انت تدعي لنا يا امه والنبي، ادعي لي بجد. دعي لك يا ابني، ربنا يفتحها في وشك ويكتب لك في كل خطوه سلامه يا فاطين يا ابني. يا ابني يا رب يا رب يا رب. دعيتي يا امه؟ دعيتي؟ انا عايزه اعمل تويلت. مين؟ عايزه اروح التويلت. يا نور انا مش فايق لك، اتكلمي عربي. عايزه تروحي فين؟ انت ايه؟ عايزه خلاص فهمت. طب يا ترى بقى الكبانيل اللي هنا فين؟ في ايه؟ الحمام يعني. اسمه تويلت. يا ترى فين التويلت ده؟ انت بتسالني انا؟ المفروض انت الكبير وتبقى عارف، ولو مش عارف اسال. ماشي يا ستي هسال. لو سمحت حاجة. نعم. هو قصدي التولت اللي هو الحمام يعني هنا فين؟ الحمام تحته وسلم من هنا. ماشي متشكرة حاجة. يلا ستي يلا انزلي بقى. ايه ده انت هتسيبني انزل لوحدي؟ ما تيجي معايا. ماشي يلا يا ستي قدام يلا. ايه ستي دي؟ اسمها اتفضلي ما تكشرش. ماشي يلا يلا. لماضة على الفاضي. يا رب اقولها لك بالسلامة يا رب. اللهم يسر ولا تعسر. يا اللهم يا استاذ. نعم. في ايه يا بنات مصر مالكم؟ حضرتك احنا عملنا له اللازم ومحتاج يدخل شويه العنايه المركزه. ابني ليه ماله؟ في ايه؟ انطقي. ابنك ازاي؟ زي الناس يا ست، ماله انطقي. بس ده راجل كبير. قر بقى واحسديه بعينيكي دي. على العموم هو محتاج حضرتك وعايزك. عايزني انا؟ ايوه حضرتك يلا بسرعه. ايه ما بسرعه واحده اللي كده؟ في ايه؟ اول مره تشوف واحد حلوه. في ايه بنت؟ انت مش عايز تكلمه؟ ايه ده هو كمان بيتكلم؟ على قده. يلا اخلص بقى يلا. تعالى تعالى قبل ما ندخله على جهاز الاكسجين. يلا اكسجين. أيوة. لا 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 هو في ايه بس؟ هو في ايه؟ خلي بالك من نور. نور؟ ما عادش ليها حد غيرك في الدنيا دلوقتي. يا عم انا خليها عندك امانة لحد ما اخرج. ده اذا ربنا كتب لي الشفا. ان شاء الله ربنا هيكتب لك الشفا وتخرج من هنا بالسلامة. لو سمحت كفاية لحد كده، المجهود غلط عليك. حضرتك بتكلمني انا؟ ايوه تقدر تتفضل. يا ريت. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. هو في ايه؟ هي المستشفى دي مالها؟
اكونش دخلت مستشفى المجانين غلط؟ ماشي يا قطر ماشي، بس لما تفوق يا قطر. احنا في مستشفى وقانون بيمنع التدخين في الاماكن العامه. قانون ايه يا هات؟ روح اول مكان امشي من هنا. الف مبروك يا استاذ، ايدك بقى على الحلاوه. وقام بالسلامه؟ قامت يا استاذ وجابت لك توأم شبهك الخالق الناطق. مين؟ المدام يا بيه. مدام ايه؟ هو في ايه؟ بقول لك ايه؟ انا ما نمتش ومش فايق لك. مدامك قامت بالسلامه وجبت لها كمان الغيارات اللي انت طلبتها. الغيارات اللي انا طلبتها؟ اه. امشي من هنا. ايه؟ بقول لك امشي يا بنت من هنا. يلا يا اخويا. يلا يا بنت. ايه المستشفى دي؟ انا خلصت. طب يلا انت كمان قدامي. مش قلت لك اسمها اتفضلي؟ يلا بقى واخلصي بقى. ما تزقش. خلاص يا بنت يلا يلا. مبروك يا ست غالية، قطر ولدت وجابت توأم. الحمد لله. وهي فين دلوقتي؟ لأنها الأوضة.